عبر صينيون من أهالي ركاب الطائرة الماليزية المفقودة منذ مارس آذار من العام الماضي عن شكوكهم بشأن صحة الأنباء المتعلقة بالعثور على أجزاء من الطائرة على شاطئ جزيرة ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي. قبل أن يعلن الأمر رسميا لا أستطيع تصديق ما يقوله الخبراء ووسائل الإعلام، وأعتقد أن التأكيد الرسمي يجب أن يأتي من مركز التنسيق المشترك بين الوكالات ومن الحكومة الصينية. فأنا لا أصدق ما تقوله الحكومة الماليزية بصرف النظر عن محتوى. أنا لا أستطيع أن أحمل نفسي على تصديق ما تقوله الخطوط الجوية الماليزية والحكومة الماليزية. ويقول أقرباء الركاب البالغ عددهم 239 شخصا أنهم يعيشون في حالة من الإحباط جراء تضارب المعلومات. لقد انتظرنا طويلا من أجل أي شكل من الأخبار، وعندما حصلنا عليها أعتقد أنها ستكون من هذا النوع الذي يثير العواطف مرة أخرى. هكذا تقول هذه المواطنة الأسترالية ضمن أقرباء ضحايا حادث الطائرة. الإعلان الجديد أثار مشاعر أقرباء ضحايا الحادث الذي يعد أحد أكبر الألغاز في تاريخ الطيران المدني.